انا عندي الولاد ما بياكلوش الضاني، بس بضحك عليهم بقول لهم دي كندوز ما بيعرفوهاش، خلي بالكم. فاحنا ممكن برضو نفس القصه، ولادنا في البيت دايما في البعض مش بيحب الضاني، ولو في جزار بتلاقيه بيفرم حته ليا ضاني مع الكندوز يتحول لضاني في الطعم، انما طبعا الموضوع حاجه تانية. فانا النهارده معايا بمبار، هعمل البمبار النهارده على طريقتي. مقاديره على الشاشه: خضره المحشي، بصله ناعمه، تومه، فصين من المستكه مع الحشوه بتاعه البمبار، ومعانا ميه بتغلي على النار بوكي جرنيه. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بالرز المصري. البمبار يا مغازي ينفع نعمله برز بسمتي؟ لا، هو رز مصري علشان البمبار يبقى حلو. ونصيحه مني، ما تحشيش البمبار للاخر، يعني الحشوه تبقى قليله شويه، ولكن الخضره بتاعه البمبار لازم تتسبك على النار. تتسبك ازاي؟ انت بقى معلقه زيت على معلقه سمنه، من كل بيت ومن كل مطعم ومن كل اسره خلطه البمبار بتختلف. النهارده هنعملها بالخلطه المغازيه، نشوف نعملها ازاي مع بعض. طاسه على النار، نحط فيها شويه زيت صغيرين، معلقه زبده صغيره، اللهم صل على النبي كده، حلو. ونمسك البصله الناعمه نحمرها مع فص ثوم حلو مع صوص طماطم حلو، تسبيكه يعني، حلو زي الفل. خلي ده هنا التسبيكه بتاعه البمبار، حلو، اللهم صل على النبي. وفص الثوم الحلو، انا عارف انك انت هتعمل البمبار احسن مني، انا مش بحبه، بس مش معناته انك انت مش بتحب الكوارع ما تعمليش لجوزك كوارع، مش بتحب العكاوي ما تعمليش عكاوي، مش بتحب الحواوشي ما تعمليش لا تعملي. انا عامل البمبار اجتهد ان انا اعمله، بس انت بتبقى اشطر مني في عمايله. نشوف الحله اللي على النار اللي بتغلي دي كده فيها ايه. اللهم صل على النبي، فيها ميه بتغلي على النار، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها حبهان، فيها ورق لورا. جيبوها لي يا شباب، صباح الفل، كل سنه وانتم طيبين. الميه بتغلي على النار، فيها كل حاجه حلوه. تقدري تعملي حاجه لطيفه كمان، تجيبي حته ليا ضاني تحطيها في قلب الشوربه دي، تديها طعم. اهي الشوربه، دي شوربه الممبار اللي انا هحط فيها الممبار، وحطيتها في مصفى عشان بعد ما يستوي اصفيه كده واطلع بيه زي الفل. حله كده كانك هتسلقي مكرونه، فيها جزر، طبعا مش بنحط جزر للمكرونه، وفيها كرات، وفيها حبهان، وفيها ورق لورا، وفيها كرفس، وفيها كمان مستكه، ومظبط الشوربه على الاخر. هي دي الشوربه، السر بتاع الممبار. هناخد البصلات التحميره الحلوه دي كده، اشم ريحتها، ما تخليهاش بصله نيه بتاعه البمبار، انا مش بحبها تكون نيه، مع الفص الثوم المحترم. لا، مش هنحط لحم مفرومه، مفرومه مين وانا بعمل ايه؟ ده انا هنعمل بمبار، ده ما بياخدش مفروم. هنحط الرز لا، انا مش بحب لو حطيه. حلو قوي السؤال ده، سؤال جانا من الكنترول دلوقتي. شيف مغازي، ينفع اعمل بمبار ني في ني؟ لا، علل ولماذا، ما تقولش لا وخلاص. الخبره الطهويه فين دي بقى؟ لان احنا لو حطيناه ني، يعني البصل ني، يعني الخضار ني، هنقفل البمبار ده ينزل في الميه، لما نيجي ناكله هتشمي الصنانه بتاعه البصله والخضار مع بعض، لان ده مقفول. فالتسويه دي مهمه جدا. بالخلطه المغازيه. فين الشبت؟ فين الكزبره؟ فين البقدونس؟ الثلاثي المرح. طبعا البطل سمير غانم والضيف احمد وجورج رحمه الله عليهم، انا مسميهم ثلاثي اضواء المسرح. انا مسمي كمان الخضار اللي هو البقدونس والشبت والكزبره الثلاثي المرح، للمحشي، للممبار، للحاجات الحلوه اللي بنعملها اللطيفه الحلوه. ودي من اسرار المطبخ المصري. على النار تسبيكه كده. البهارات بتاعه الممبار ايه بقى؟ حلوه قوي بهاراتك الحلوه. والله في ناس تحط بهارات كركم، في ناس تحط بابريكا، في ناس تحط كمون، ده اساس الكمون اهوت. حط شويه كركم حلوين، حلو بتاعتك انت بقى، بتاعتك. هنحط فلفل وملح، ده اساسي، وكتري الملح شويه، الفلفل سوري، عشان يبقى سبايسي شويه في الطعم. عايزه تقطعي قرن فلفل حار، وجوزك يحب الحار، اهلا وسهلا، انت ومزاجك بقى. المنبار ده لو له قاعده ولا اي حاجه، بس ايه الجديد يا مغازي بتاعك اللي اتعودنا عليه؟ فص المستكه اللي هو هيعيش جوه الحشوه، خلي بالك، ومع الميه اللي بتغلى على النار، فانا شامم ريحه الشوربه جميله جدا، ومقطع حته ليا ضاني قلبه ريحه الحله مديها طعم الايه؟ الضاني. شفت الحشوه دي كده؟ يلا 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 يلا، ننزل بصوص طماطم.
اللهم صل على النبي. صوص طماطم وعصرة ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حطيتي بقى صوص طماطم لازم تحطي معلقة سكر عشان الحموضة، عشان الراجل كده إيه والأسرة تاكل من المنبر ده ما يحسش فيه أي حموضة. معلقة سكر حلوة وعصرة ليمون محترمة، حلو قوي. نقلب الخليط ده كده مع بعضه. ليه حطيت ليمون؟ عشان الحموضة. آه دي الحشوة بتاعت البابا. دي المرحلة الصعبة، المرحلة السهلة جاية بقى. بنجيب الممبار يتقلب. يعني ايه يتقلب؟ يعني شيله كده، جيبه لي ده يا شباب، ده الممبار اهو. اه 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 اللهم صل على النبي. ده بيتفتح طبعا وبيتحشي عيني اهو اهو. ده الممبار بيتحط في ميه بليمون بخل، ميه بليمون بخل. دي حلويات الخروف، حلويات الكندوز، حلويات الضاني اهو اهو، حلويات الباري اهو، زي الفل. هنحشيها مع بعض كده اهو، الحشوه دي كده اهي. دي اهم حاجه. شيف مغازي عملت حشوه كتير غصب عني. اه اعمل فيها ايه؟ حلو قوي السؤال ده. الحشوه اللي هتبقى عندك يا اما تعملي شويه محشي، شويه شوربه كده من الشوربه اللي انا مجهزها، يا اما انك تسويها وتبقى طبق جانبي، مفيش اي مشكله. ليه حطيت شوربه يا شيف؟ مش لا انا بحب الرز واخد سكه السوى في البمبار علشان يطلع معايا بسرعه. بجيب طبق كده حلو، اللهم صل على النبي، ونشوف هنحشي ازاي بقى كده. الله، طبعا ده ايه كمان زي الفل اهو، شايفين مساعدين بتوع الشطار اهو. ده احنا حاشيين شويه اه بالشكل ده كده، بمباراه كبيره اه اه اه. ايه رايكم نحط ده في البوكيه جرنيه بتاعنا يستوي عشان نكسب وقت واحنا شغالين مع بعض كده؟ لازم تكون الميه بتغلي، اوعى تحط البمبار في ميه مش بتغلي. اه اه زي ما هو كده ينزل في الشوربه، اللهم صل على النبي. اه اه وما يتمليش للاخر، ادي مساحه للرز المصري يفرد عضلاته جوه قطعه البمبار. يعني ايه يفرد عضلاته يا عم الشيف؟ واحنا بنلعب هنا كمال اجسام ولا مصارعه؟ لا، حبيت الرز دي غنيه بالنشويات طبعا بتنفش، فانت لو ملتيه للاخر ده هيفك منك ويفرقع منك في قلب الشوربه. اه اه وانا بحط كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه 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 زي الفل. تمام، ونغطي الحله بتاعتنا مع الكرفس ده هنحطه كمان، وسلايز الليمون ده نحطه كمان، ونسيبه يستوي، لان عندي شوربه لها شخصيتها، لها قوامها، لها طعمها بالمستكة والحبهان. واغطيه يا عم الشيف وناخد الحشوه بتاعتنا الحلوه دي كده اهي. ده ينفعش طبعا احشي الممبار غير لما تبرد للامانه. اه تبرد خالص بعد التسبيكه الحلوه والطعم ده كده، نبدا نحشي الممبار بتاعنا. خلونا نطلع فاصل صغير نرجع بعد الفاصل. انا بس حبيت ابين الخطوات السريعه البسيطه السهله لعمل ممبار النهارده بطريقه بسيطه للمبتدئين في المطبخ. انا عارف الامهات لما هتعمل الممبار هتعمله احسن مني، والسجق احسن مني. هي بتقعد بقى ما عندهاش مخرج وما عندهاش تصوير وما عندهاش كاميرات، فشغاله بمزاج كده، مشغله الاستاذ عبد الحليم العندليب، وانا كنت احب اخش المطبخ واشغل طبعا الفنان الكبير عبد الحليم واسمع كده الاغاني الحلوه وام كلثوم وابدا ان انا ايه اعمل حاجه حلوه. تعالوا بنشوف الممبار كده اهو. طب تسيبوني احشي ممبار انا ونطلع فاصل؟ ايه رايكم؟ يلا سيبوني احشي ممبار باللحمه، لا ممبار بالخلطه المغازيه اللي عباره عن الرز وخلطه المحشي اللي احنا شفناها وفص المستكه والتتبيله الحلوه. بعد الفاصل نرجع لكفته مشويه على السيخ وكمان صينيه بطاطس بالبشاميل اللي جميله جدا، وما ننساش الحواوشي الحلو للاطفال الحلوين سبايسي شويه علشان هم مش بيحبوه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، برضو معانا المفروم النهارده. طبعا الممبار احنا عشان وقت الحلقه بتاعتنا ونقعد نحشي، طبعا الخلطه لازم تبرد ولازم نقعد بقى نحشيه بكده شياكه زي ما شفنا مع بعض. احنا محضرين شويه في قلب الشوربه هنا بيستوي. طب نبص عليهم كده، ايه الجمال والحلاوه دي؟ وتخلي بالك اوعى توطي النار على الممبار وهو بيستوي، الرز هيعجن منك، هيفك منك، هيبقى شكله مش لطيف خالص.
طبعا هنا البمبار في النار، نبص عليه كده حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، شوف المباراة اخباره ايه، نرفع بحاجة كبيرة كده، يلا يا حبايبي. قال لك ايه؟ ما بيعرفش يحشي. او 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي طالع من الحلة ده يا عمري؟ يا عمري او 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 يلا اللهم صل على النبي. او او هو ده. او تاني كمان، تاني كمان، هو ده. او او المصفة كبيرة بسم الله ما شاء الله، عايزالها 3 4 كيلو اهو، حاطط قرن فلفل حار مع جزرية مع كرات مع كرفس مع حبهان مع فص مستكة، المنبار طالع بيتكلم مصري اهو، حلو اهو، يسيبه يكمل سوا.